أعزائنا المشاهدين متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي إنجازات وطن. لم يكن 30 من أبريل من العام 2014 يوما عاديا على الإطلاق، فلقد كان إذانا بافتتاح أحد أكبر المطارات في المنطقة والعالم، مطار حمد الدولي، والذي تمكن وعلى الرغم من عمره القصير أن يحلق عاليا في سماء الإنجازات ويحصد جوائز التميز واحدة تلو الأخرى، وصار اليوم ينافس على جائزة أفضل مطار في العالم. إنه إنجاز يتحدث عن نفسه. يسعدنا في حلقة الليلة من برنامجكم إنجازات وطن أن نستضيف المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي. مرحبا بك مهندس بدر، وسعيدين باستضافتك هذه الليلة. يا مرحبا. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ في حلقتنا دعونا نستعرض معكم هذا التقرير عن مطار حمد الدولي، والذي يعد واحدا من أكبر مطارات المنطقة والعالم. لم يكن 30 من إبريل عام 2014 يوما عاديا، فلقد كان إذانا بافتتاح واحد من أكبر مطارات المنطقة والعالم، والذي صمم ليكون واجهة قطر وبوابتها نحو العالم. تبلغ مساحة المشروع 29 كيلومترا مربعا، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 30 مليون مسافر سنويا، ولكنه صمم ليستوعب أكثر من 50 مليون مسافر سنويا بعد الانتهاء من مرحلته الثانية. بينما يؤكد القائمون عليه أن المطار سيكون قادرا على استيعاب حتى 70 مليون مسافر في العام الواحد، وبذلك يكون قادرا على تلبية احتياجات مونديال قطر 2022 وما بعدها. تنتشر في مطار حمد الدولي 12 صالة بالإضافة إلى صالات أخرى يجري العمل لإضافتها إلى المبنى الرئيسي للمطار، لتكون قادرة على استيعاب أي زيادة في أعداد المسافرين، فهي تضم وسائل لخدمة العملاء ووسائل ترفيه وتسوق. يتضمن المبنى 5 نقاط تجمع ضخمة و65 بوابة اتصال بالطائرات، 8 منها مخصصة لطائرات إيرباص العملاقة من طراز A380. وعلى مساحة 25 ألف متر مربع، صممت صالة المغادرين بطريقة لا تضم أي أعمدة، بما يسمح للشمس بدخول المبنى من خلال واجهاته الزجاجية. استعين في بناء الصالة بمواد طبيعية، ما منح المكان لمسة تجمع بين الفخامة والبساطة. مطار حمد الدولي واجهة قطر وبوابتها نحو العالم. مهندس بدر بن محمد المير، في إضاءة سريعة، ما هي أبرز وأهم العوامل التي ساهمت بشكل مباشر في دعم ونمو مطار حمد الدولي؟ طبعا في أمور كثيرة هي اللي ساعدت على نمو مطار حمد الدولي. طبعا احنا نعتبر كجزء من رؤية 2030، رؤية الدولة 2030،
ومن العوامل الأساسية رؤية الدولة 2030 هي تطوير البنية التحتية للدولة، من ضمنها الشوارع، الطرق، المرافق، المواني، اليوتيليتيز، شبكات الاتصال، من ضمنها مطار حمد الدولي، لأن احنا نتكلم على معادلة كاملة، ما تقدر تطور جزئية وتخلي الجزئية ثانية، فالنظرة كانت شمولية، من ضمنها مطار حمد الدولي تطويره عشان يواكب التطور في جميع الجهات الثانية. من الأمور الثانية اللي ساهمت في تطوير مطار حمد الدولي، طبعا احنا مثل ما نعرف الاستحقاقات اللي موجودة على الدولة، ومن أهمها ومن أكبرها هي بطولة كأس العالم 2022. احنا نتكلم على أكبر تجمع لأكبر بطولة رياضية في العالم، صح. انت لازم يكون عندك مبنى فاسيلتي يقدر يستقبل هالعدد الهائل من المسافرين. احنا قاعدين نتكلم ان وقت البطولة راح نستقبل في اليوم اكثر من 1300 رحلة، فلازم تحتاج مبنى بهالحجم، وغير عن ذلك عشان توصل لكاس العالم تحتاج يعني شركات، تحتاج استشاريين، شركات هندسية اللي بتساعدك تبني المباني وتبني الفاسيلتي اللي تحتاجها الدولة حق كاس العالم. ف عدد هائل من الموظفين، من العمال، من المهندسين، لازم المطار الحين يكون جاهز، يقدر يكون جاهز عشان يستقبلهم. فهاي شغلة ساعدت الاستعدادات حق المطار، ساعد للاستعداد حق كأس العالم. وطبعا من الأسباب الرئيسية والأساسية هو النمو، ما شاء الله نمو الخطوط الجوية القطرية. يعني احنا نتكلم الحين الخطوط الجوية القطرية عندها 212 طيارة لكاس ل 2021، ولا ل 2022 تكلم على قريب 300 طيارة. الخطوط الجوية القطرية كل شهرين ولا كل ثلاث شهور تستلمها طيارتين جداد. توهم أعلنوا عندهم 22 وجهة جديدة، طبقوا منها 10 وجهات جديدة. فكل هالأمور، هالأمور الأساسية اللي تعتبر اللي ساهمت في تطوير مطار حمد الدولي. بكل تأكيد، ومثل ما ذكرت بأن النهضة عبارة عن سلسلة متصلة في بعضها البعض كحلقات. أيضا أضف إلى ذلك العدد السكاني قرابة 3 مليون شخص الآن موجودين في قطر. لو بتكلم معاك مهندس بدر على بدء العمليات التشغيلية، منذ بدء العمليات التشغيلية في مطار حمد الدولي تحديدا في 27 مايو 2014، ومطار حمد الدولي يحقق إنجازات متتالية ويعتبر هو من أحد مراكز السفر نموا في العالم، بوجهة نظرك ما هي الأسباب التي ساهمت في ذلك؟ طبعا السبب الأول والأساسي هو الثقة والتوجيه والدعم اللي نحصله من قيادتنا. هذا الدافع لنا اللي احنا نكمل على هالمستوى اللي نقدمه. طبعا في المرحلة الثانية تضافر الجهود اللي موجودة في مطار حمد الدولي، يعني جميع الشركاء اللي موجودين في مطار حمد الدولي وعلى رأسهم وزارة الداخلية، الخطوط الجوية القطرية بجميع شركاتها، هيئة الجمارك، وزارة المواصلات، هيئة الطيران المدني، هذيل كلهم ساهموا في الإنجازات اللي نشوفها في مطار حمد الدولي. يعني أنا بعطيك على سبيل المثال، إحنا مطارنا صار لأقل من 4 سنين. أنت تروح على المطارات العالمية، المطارات اللي موجودين معانا في نفس الـ 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 من الافضل، من افضل 6 مطارات في العالم، تحصل اصغر ولا يعني المطارات اقل شيء 15 سنه صار لها شغاله. مطار هيثرو تيرمينال 5 يوم فتح كانت عندهم مشاكل ليه 5 سنين يحلون المشاكل. فانت الحين لو تروح حق اي مطار في العالم توه فاتح تقول له شو اللي تبي تركز عليه، يقول لك انا ابي احل مشاكلي لمده 5 سنين بعدين افكر اسوي لي بصمه على خريطه المطارات في العالم. بس الحمد لله مثل ما قلت لك توفيق من رب العالمين، والثقه والدعم اللي من القياده والتكاتف الجهات اللي موجوده في المطار ساهمت في 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 هالموضوع، والانجاز صار على ارض الواقع. يعني اذا بنتكلم مثلا على من الإنجازات، مؤسسة سكاي تراكس اللي تعتبر المؤسسة الرائدة في مجال الطيران وتقييم المطارات ولشركات الطيران، كان تصنيفنا فيها أول ما فتحنا المطار في السبعينات أعتقد 74 بالضبط. أي بالضبط 74. نعم. على العالم نزلنا ل22 عقب سنة، من 22 نزلنا للعاشر، من العاشر نزلنا للسادس، صح. وبنتكلم نسب في هذا الموضوع، ولكن إذا تكلمت على تقييم الأداء حققت جائزة الأو أي جي. نعم. الأو أي جي. نعم. حصلتوا المركز الثاني في تقييم الأداء. نعم. شن هي الأسباب اللي ساهمت في تحقيقهم لهذا المركز المتقدم على مستوى العالم؟
هو هذه الجائزة تنعطى على دقة المواعيد لمطارات العالم، هي تنعطى لشركات الطيران ولا المطارات. احنا اخذناهم شو اللي يسوونه، يقول يجون يشوفون لك المطار، والله عندك الرحلات جدول الرحلات كاملة، مثلا على سبيل المثال طيارة المفروض تطلع من مطار حمد الدولي الساعة 10، طلعت الساعة 10 خلاص تاخذ العلامة الكاملة، طلعت 10 وربع تنخصم منك درجة، طلعت عقب كل ما تأخرت الطيارة تنخصم منك درجات زيادة، الطيارة اللي جاية الدوحة المفروض توصل الساعة 11 تأخرت، بيشوفون هل التأخير من المطار اللي طالع منه ولا من عندك، نفس الطريقة. فعلى هالأساس طول السنة اللي راحت على الرغم من الظروف اللي مرينا فيها مطار حمد الدولي نسبته كانت 85.5%، يعتبر ثاني مطار في العالم من حيث دقة المواعيد، طبعا عقب مطار هنيدة اللي في اليابان وبنسبة بسيطة. نعم، بشكل عام مهندس بدر، احنا نعرف ان المطار انطلق في عام 2014 ونسمع احنا كمواطنين بان ما نشاهده الان من المطار اللي هي تيرمينال 1 و 2 و 3 و 4 او المسارات هذه الموجوده في المطار، ان هذه بتخصص فيما بعد لشركات الطيران الاجنبي اعتقد، وان الخطوط الجويه القطريه راح تحصل على مكان اخر. لا شوف، احنا توجهنا في المطار نسوي ما بين جميع شركات الطيران. احنا مو بنفس المطارات الثانيه اللي موجوده في العالم وفي المنطقه اللي متواجدين فيها، احنا يبون ياثرون على شركتك يحطونك في تيرمينال تعبان عشان تضطر تروح تسافر عن طريق مطارهم. بالعكس، احنا المطار متوفر لجميع الشركات، البوابات لجميع الشركات، حتى شركات الطيران الثانيه اللي تبي تينا وتفتح في المطار عندنا قاعات للدرجه الاولى والبزنس نعطيها. يعني بالعكس، احنا عندنا جميع شركات الطيران التعامل متساوية. لان احنا عندنا ثقة في البرودكت اللي عندنا كمطار، عندنا ثقة في المطار، وعندنا ثقة في شركة الطيران القطرية، ندري ان ما في داعي نعامل الشركات الثانية بطريقة ثانية عشان ما ياخذون المسافرين ولا الكاستمرز اللي عندنا. صحيح، هذا نتكلم احنا على مرحلة من المراحل تم انجازها، ماذا عن المراحل القادمة مهندس بدر؟ شوف احنا عشان أحطك في الصورة، المطار مصمم يستقبل 24 مليون مسافر سنويا. المطار يستقبل فوق 36 مليون مسافر، فأنت قاعد تشتغل أكثر من قدرتك الاستيعابية تقريبا ب 40-50%. هذا يحتم عليك أن تحتاج تكبر الفاسيلتي عندك، تكبر مبنى المسافرين، تكبر الانفراستراكشر، كل شيء مصاحب واللي يساعدك على العمليات. ففي خطة إن شاء الله موجودة عند لجنة التسيير، في لجنة التسيير توسعت مطار حمد الدولي، في عندهم تصميم جاهز وجاهز لطرحه في مناقصة، بس ناطرين ناخذ الموافقات المالية والموافقات على الديزاين، وإن شاء الله خلال هالسنة إن شاء الله بينطرح في مناقصة بإذن الله تعالى. إذن مشاهدين الكرام، نذهب إلى تقرير آخر، ولكن هذه المرة عن إنجازات مطار حمد الدولي والجوائز التي حققها منذ انطلاقته عام 2014. هو ببساطة أفضل مطار في الشرق الأوسط لعام 2017، وهو المرشح ليكون أفضل مطار في العالم عام 2018. إنه مطار حمد الدولي، المصنف ضمن فئة الخمس نجوم سادس أفضل مطار في العالم لعام 2017. وعلى الرغم من عمره القصير، إلا أن مطار حمد الدولي بات اليوم واحداً من بين أفضل مطارات العالم. ليس فقط لتصميمه المعماري المميز، وإنما لطبيعة الخدمات والتسهيلات التي يقدمها، الأمر الذي جعله الوجه الأفضل للمسافرين عبر العالم. الجوائز التي حصل عليها المطار شهود إثبات على حجم المنجز الذي حول هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي إلى واحد من بين أهم المشاريع التي أنجزت خلال السنوات العشر الماضية في قطر. فلقد نال المطار جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط في استطلاع مجلة Global Travel في لوس أنجلوس، متفوقاً على العديد من المطارات حول العالم.
انضم مطار حمد الدولي مطلع العام 2017 إلى أعلى ترتيب للمطارات الدولية كسادس مطار في العالم، ينال تصنيف فئة الخمس نجوم الذي تنظمه شركة سكاي تراكس الاستشارية التابعة لمعهد الطيران في لندن، ليكون أول مطار في منطقة الشرق الأوسط ينال هذا التصنيف الذي يعتمد على التسهيلات المتوفرة للمسافرين وجودة الخدمات المتعلقة بالمغادرين والقادمين والعابرين والمرافق والأمن والجوازات والمتاجر والصالات وغيرها. في شهر مارس الماضي حاز مطار حمد الدولي على جائزتي أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وأحسن خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثاني، وذلك خلال حفل أقيم على هامش معرض مبنى المسافرين في أمستردام. أما في التصنيف العالمي فقد نال المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل مطارات العالم، وذلك خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية، ليتقدم 4 مراكز بالمقارنة مع التصنيف ذاته للسنة الماضية. وقد منحت هذه الجوائز بناء على استبيان سنوي مستقل يضم 39 مؤشرا رئيسيا شارك فيه نحو 13 مليون مسافر من 110 جنسيات استخدموا 410 مطارات. أما شهر أكتوبر الماضي فقد شهد حصول المطار على المرتبة الثانية بعد مطار شانجي في سنغافورة ضمن قائمة أفضل مطارات في العالم، والتي تعدها مجلة Travel Plus Ledger العالمية وفقاً لتصويت قرائها الذين يصل عددهم إلى 4,800,000 قارئ. ليس هذا كل شيء، فالمطار مرشح الآن للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم من سكاي تراكس العالمية، التي منحت المطار تصنيف 5 نجوم عام 2017، ليكون بذلك واحداً من ضمن 5 مطارات فقط في العالم تحظى بهذا التصنيف. جودة في المرافق، رغم أن عمر مطار حمد الدولي قصير جداً، انطلق عام 2014، إلا أنه يحقق جوائز كثيرة. في تصنيف سكاي تراكس هو واحد من أفضل المطارات على العالم كتصنيف 5 نجوم. هناك أعتقد 5 إلى 6 مطارات تحمل تصنيف 5 نجوم. في عام 2017 حققت المركز السادس في جائزة سكاي تراكس التي يصوت عليها تقريبا 150 مليون مسافر. كيف حققتم هذه الجائزة؟ شوف، الجائزة تتحقق على 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 مبدئين. أول مبدأ تصويت المسافرين، ثاني جزئية على حسب التقييم هالمؤسسة، مؤسسة سكاي تراكس ما راح تتركها للمسافرين بس، هم يسوون أودت تقييم عشوائي بدون ما حد يدري عنهم. يعني تحصلهم يجون المطار ويدخلون ويستخدمون المرافق ويستخدمون المطار بدون ما يقولون لك احنا ترى من هالجهة. على هالأساس صار تقييم المطار في 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 2017 اللي حصلنا على المركز السادس. طبعا الفترة كانت تغطي شهر 3/2016 لشهر 3/2017. الحين في جائزة التقييم الجديد راح يغطي شهر 3 من شهر 4/2017 لين شهر 3/2018. الإعلان راح يصير إن شاء الله شهر 3، يعني عقب شهرين إن شاء الله، عن التقييم الجديد. نعم، ذكر التقرير بأن مطار حمد الدولي الآن ينافس على كونه أفضل مطار في العالم في هذه الجائزة التي سيتم الإعلان عنها في مارس 2018. توقعاتكم؟ والله التوقع صعب، بس يعني دائما احنا نسوي اللي علينا ونخلي الباقي على الله. يعني ان شاء الله احنا متوقعين الافضل من البدايه. الكل عارف ان مطار حمد الدولي على هالمستوى، والدليل يعني الجائزه التصنيف اللي اخذه مطار حمد الدولي، التصنيف الخمس نجوم،
من يوم ما بدت هالمؤسسة 5 مطارات في العالم، 3 آسيوية اللي هي إنشون وتشانغي وهونغ كونغ. إنشون في كوريا الجنوبية، إنشون في كوريا، وتشانغي في سنغافورة، وهونغ كونغ في هونغ كونغ، وأوروبا مطارين اللي هم ميونخ وزيورخ. فما حد كان متوقع أنه ممكن مطار يدخل في تصنيف الـ5 نجوم. مطارات كثيرة تطلب. بناء على إيش منحتم الـ5 نجوم في مطار حمد الدولي؟ على إجراءاتنا، على الفاسيلتي اللي عندنا، على الإجراءات، البروسيسز اللي عندنا، دقة المواعيد، وعلى في حالة وجود مشاكل في المطار، مشاكل جوية، ظروف طبيعية، مثل اللي صار عندنا مشكلة الحصار. هل المطار مستعد يتعامل مع هالمشاكل بدقة؟ لأن في مطارات ما تقدر تتعامل، وعلى هالأساس إيه التصنيف. يعني أنا على سبيل المثال، المطارات اللي عندك في المنطقة كلها اللي جمنا تصنيفها بين 2 نجمة و3 نجوم، يعني حتى ما وصلوا الـ4 نجوم بالمقابل، وصار لهم سنين، يعني صار لهم فوق 10-15 سنة اللي يمنا في المنطقة. صحيح. بالمقابل مطار حمد عقب 4 سنين وهم ترى مقدمين عشان يوصلون الـ3 والـ4 نجوم ويفشلون. مطار حمد الحمد لله من أول تجربة أنه يتقيم كـ5 نجوم وصلها الحمد لله. الحمد لله. بعدين لو ناخذ الخط البياني في جائزة تراكس العالمية، نعم، نشوف بأن أول ما انطلق المطار طبعا توه في بدايته، نعم، حقق المركز 74، نعم، بعد 22 أعتقد إلى المرتبة الأخيرة، المرتبة السادسة على العالم، نعم، وحنا نتكلم على مطارات العالم، يعني مطارات بالمئات، نعم، نعم، هذا أمر يدعو للفخر. هذا بحد ذاته، يعني حتى هم اللي موجودين على هالجائزة ولا على هالمؤسسة يعني كانوا شوي مثل ما تقول يترددون، لأنه يقول لك يا أخي مطار توه جديد، ما نبي حد يقول إنه والله إحنا قاعدين نعامل مطار حمد بطريقة نفضل مطار حمد وعطيناه المركز السادس. بس الحمد لله في 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 من قبل سنة تقريبا، أقل من سنة، استقبلنا اجتماع مجلس المطارات العالمية، كل رؤساء التنفيذيين لمطارات العالم جو الدوحة علشان الاجتماع، مجلس الإدارة عندهم، وكل رؤساء التنفيذيين للمطارات العالمية قالوا كنا نسمع بس ما كنا نتوقع، قالوا يعني اللي شفناه أكثر من اللي إحنا نتوقعه. نعم. والدرجة إنه يعني مثل مطارات هيثرو ولا تشانغي ولا إنشون ولا ميونخ ولا زيورخ وصلوا لمرحلة إنه يطلبون شراكة بيننا وبينهم، أن تعالوا تبادل خبرات. تتكلم على المطار صار لأقل من 4 سنين، أنت وصار لكم 20 سنة، فطالبين مثل ما تقول تبادل خبرات بيننا وبينهم. هاي يبين لك يعني الثقة اللي موجودة في المطار والمستوى اللي وصل للمطار. نعم. الحمد لله رب العالمين. توجيهات القيادة، دعم الحكومة الرشيدة لمطار حمد الدولي جعله يحقق هذه الإنجازات. احنا نتحدث عن إنجازات في الماضي، الآن أنتم كمسؤولين في مطار حمد الدولي، ما هي المسؤولية التي تقع على عاتقكم في تحقيق جائزة متقدمة أفضل من المركز السادس؟ دائما بين النجاح والإبداع خطوة، وأنا واثق تماما بأنكم ستخطون هذه الخطوة، والطاقات الشابة وأيضا الخبرات الأجنبية الموجودة تعمل بجد واجتهاد. تحديكم مع أنفسكم، صف لي هذا التحدي. شوف، إحنا التحدي اللي موجود عندنا من أول تحدي واجهنا من يوم ما بدينا عمليات المطار، واتفقنا مع الكادر اللي عند الخبرة، الكادر الأجنبي اللي موجود في المطار، أن بعد فترة زمنية ترى لازم الكادر القطري ياخذ الفرصة وياخذ المسؤولية. يعني إحنا يوم فتحنا المطار كانت نسبة القطريين في المطار أقل من 0.5%، الحين نسبة القطريين 14%. القطريين كانوا موجودين في إدارة صغيرة، الحين موزعين على جميع إدارات المطار. فإحنا يعني الخطة اللي موجودة عند المطار مو بخطة لمدة سنة ولا سنتين ولا تصنيفنا السنة الأول خلاص السنة الجاية، لا، نخطط على مستوى بعيد، وإن شاء الله مع الكادر القطري راح نقدر نخطط على هالمستوى. عشان الجائزة، يعني شو الخطط اللي موجودة لنا عشان اللي عندنا عشان التصنيف الجديد؟ مثل ما قلت لك، احنا نحاول نقدم الخدمات اللي يطلبها المسافر، اللي يتوقعها منه، وندري في عندنا تقصير،
بس التقصير ناخذه في عين الاعتبار ونروح نطبقه على طول. احنا ما وصلنا لهالمرحله ان تجينا الملاحظات نسمعها من اذن ونطلعها من، لا، نروح على طول نشتغل ونطبق الملاحظات عشان الناس يوم يجونا والله صح انا اعطيتهم ملاحظه خذوا كلامي بعين الاعتبار، لان في النهايه احنا نقدم لهم خدمه. يعني هم يدفعون فلوس يبون يسافرون عشان يرتاحون، فاحنا نقدم لهم خدمه عشان يرتاحون فيها في المطار. وغير ذي الجزئية الثانية التصنيف مثل ما قلت في البداية أنه راح تكون مؤسسة سكاي تراكس هي اللي راح يكون عندها تقييم بعد لأداء المطار إن شاء الله. وضع المطار في الفترة اللي راحت، الوضع الصعب اللي مر علينا، وضع الحصار، شافوا إجراءاتنا، شافوا الأكشن اللي إحنا خذيناه، شلون تعاملنا مع الحصار وشلون تفوقنا في 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 مرحلة بسيطة جدا. وبيكون هذا محور إن شاء الله في شاء الله من محاورنا إن شاء الله الجاية بإذن الله تعالى. مهندس بدر المير، راح نذهب أنا وياكم مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير، نعود من بعده لمواصلة هذه الحلقة من برنامجكم إنجازات وطن. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، عدنا لكم من جديد لنذهب بكم مباشرة إلى هذا التقرير التالي الذي يسلط الضوء بصفة خاصة على إنجازات مطار حمد الدولي ولكن ضد الحصار. منذ اليوم الأول للحصار لعب مطار حمد الدولي دوراً كبيراً في كسر الحصار الجائر المفروض على الدولة على أكثر من صعيد، وهو ما كان له أثر كبير في إفشال مخططات دول الحصار بعزل قطر، حيث سارت جميع العمليات في المطار كالمعتاد وبكل سلاسة. ففي الأيام الأولى للحصار استقبل المطار رحلات الجسر الجوي الذي أقامته الخطوط القطرية لنقل كافة احتياجات الدولة من مواد غذائية عبر مبنى الشحن الجوي الذي شهد زيادة إجمالية سنوية في حجم الشحن بواقع 1.9 مليون طن. وخلال فترة وجيزة استعاد المطار نموه الثابت في عدد المسافرين في النصف الثاني من عام 2017، حيث سجل زيادة في عدد المسافرين بمعدل 3.75% في الفترة ذاتها. كذلك واصلت الخطوط الجوية القطرية التي تتخذ من المطار مقرا لها في خططها التوسعية وتسيير رحلاتها من خلال إطلاقها 10 وجهات عالمية جديدة خلال عام 2017. ولم يقف الحصار عائقا أمام المطار لمواصلة رفع مستوى خدماته وتطوير تقنياته وبرامجه ومرافقه تحقيقا لرؤية المطار الذكي، فقد أبرم المطار اتفاقيتين استراتيجيتين رئيسيتين مع شركتي هواوي وسيتا لدفع مسيرة التحول الرقمي للمطار وتحسين الحلول المبتكرة في معالجة بيانات المسافرين في المطار. وتوج هذا الجهد المتواصل بحصول مطار حمد الدولي على العديد من الجوائز في مختلف المجالات خلال عام 2017، وما زالت الإنجازات تتواصل بعدما فشل الحصار في عرقلة أحد أسرع مراكز السفر نمواً في العالم. إذن مثلما تابعنا في هذا التقرير كيف تغلب مطار حمد الدولي على الحصار، يقول سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه: نعلم كما يعلم العالم أجمع بأن قطر تختلف عن السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به، ولكن ما حدث في يونيو 2017 قوانا ودفعنا للمزيد من العمل. عمل مكثف كان عندكم في مطار حمد الدولي بعد الانخفاض الأول في أعداد المسافرين في يونيو 2017،
نتيجة الضغوط ونتيجة القيود التي فرضتها دول الحصار، كيف استطعتم التغلب على الحصار واستعادة النمو الثابت في أعداد المسافرين في النصف الثاني من عام 2017؟ طبعا احنا بنرجع شوي وراء المشكلة اللي صارت في 2014، المشكلة الدبلوماسية اللي سوتها دول الحصار بسحب السفر. عقب ما صارت المشكلة يعني قعدنا احنا كشركاء في المطار وكجهات مسؤولة في المطار قلنا نتوقع الأسوأ من هالدول، فحطينا كان عندنا اختبار ان نحط اكثر من سيناريو للمشاكل ولا الإجراءات ممكن تاخذها هاي دول الدول الحصار في المستقبل. من ضمن السيناريوهات اللي حطيناها السيناريو اللي صار كدراسة للمخاطر، كدراسة للمخاطر والإجراءات اللي ممكن نتخذها في حال صار السيناريو اللي حطيناه. ف يعني صار للأسف صار السيناريو سيناريو الحصار. دخلنا أول ما بدأ الموضوع كان عندنا، أنا ممكن أقسمها لك لثلاث مراحل. المرحلة الأولى التعامل مع الحصار. دائما احنا نقول أهم مرحلة امتصاص الصدمة، أنت لازم تعرف تمتص الصدمة. إذا ما قدرت تمتص المشكلة ولا الصدمة تطلع عن السيطرة فصعب تحلها. فأول ما صارت المشكلة عقبها بساعة ونص اجتمعنا في المطار مع جميع الجهات الداخلية، القطرية، الجمارك، الشركات التابعة للقطرية، وقلنا يا جماعة هاي اوريدي احنا مخططين لهالموضوع انه ممكن يصير، فلازم عندنا لازم الحين اللي مطلوب منا نطبق هالتخطيط، منها تغيير رحلات، إعادة جدولة رحلات، إعادة مسارات جوية، إعادة شفتات الموظفين، التعامل مع الأمور الأمنية، التعامل مع الناس اللي موجودين في دول الحصار اللي المفروض يرجعون الدوحة، التعامل مع المسافرين اللي موجودين في مطارنا اللي المفروض يروحون دول الحصار. فكانت هذه أول مرحلة، مرحلة التعامل مع الحصار، والحمد لله نجحنا في هالمرحلة. المرحلة الثانية اللي شوي بعد كانت على بعد أطول، شوي بعد زمني أطول، تجاوز آثار الحصار. طبعا احنا شفنا عدد المسافرين، أكيد ما حد بيقول لك إن لا عدد المسافرين زاد عندنا ولا لا ما تأثرنا ولا شيء، لا عدد المسافرين قل عندنا بنسبة 10-15% في أول 3 شهور. شو السبب؟ السبب الأكاذيب اللي كانت تطلع عن طريق وسائل الإعلام من دول الحصار، كانوا يحاولون يوصلون صورة للناس أن وضع قطر غير آمن غير مستقر. أتذكر أحد الأخبار اللي بثتها وسائل إعلام دول الحصار أن قطر ستسقط اقتصاديا بعد 48 ساعة. بالضبط، فهاي الصورة اللي حاولوا يوصلونها للناس. نعم. فصح تأثرنا شهر شهرين شهرين ونص، أرقامنا أرقام المسافرين تنزل من 10-15%، بس مجرد ما العالم اكتشف الأكاذيب واكتشف الألاعيب اللي تحاول تلعبها دول الحصار، من شهر 8 لليوم نشوف أرقامنا صح نزلت شهر 8، من شهر 8 لليوم نشوف أرقامنا تصعد بمعدل 3.5% ل4% لين ما سكرنا سنة 2017. الجزئية الثانية في 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 تجاوز الثاني، لا في تجاوز الحصار جزئيتين. الجزئية الثانية اللي احنا واجهناه وكانت عندنا في غاية الأهمية، يعني انت صار عندك حصار وتسكر المنفذ البري، في عندك أساسيات، في عندك مواد غذائية، مواد أولية، مواد أساسية كانت تجيك عن طريق المنفذ البري، شلون تستقبلها؟ عن طريق البحر تحتاج أقل شيء أسبوع أسبوعين 3 أسابيع لما توصل لك، وفي أشياء ما توصل لك من الدول القريبة منك. كلام الحين على الأيام الأولى من الحصار، عن الأيام الأولى وامتدت لمدة شهرين 3 شهور، شهرين تقريبا من الحصار. فاجتمعنا مع جميع الجهات اللي شغالة معنا في المنطقة الوسطى في المطار اللي مسؤولة عن الشحن الجوي، وزارة الداخلية، هيئة الجمارك، والشركة القطرية للشحن الجوي. قلنا لهم، قلنا احنا الحين بنستقبل، اذا احنا المهيئين نستقبل هالرقم، الحين في هالأزمة بنستقبل 4 أضعاف هالرقم. ممتاز، وبنتكلم في الشحن الجوي في محور آخر. نعم. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة كسر الحصار. يعني احنا كيف؟ طبقنا الإجراءات
وخذنا الإجراءات اللازمة عشان نعدل أرقامنا، عشان نساعد الدولة في هالفتح في هالفترة الزمنية. الناس يعني كانوا متوقعين أوكي يعني يلا يلا بيمشون، يلا يلا بيكملون عملياتهم، بس فترة الحصار في الأول 3-4 شهور بدت الجواز تي حق المطار القطرية ثاني أفضل طيران في العالم، صح، المطار حمد الدولي ثاني أفضل مطار في العالم، الشحن الجوي أرقام قياسية حققها غير الجوائز الثانية اللي كانت القطرية 22 وجهة جديدة، القطرية ادخلت في شراكات. زين، هذا السؤال القادم. هنا توسع شبكة الخطوط الجوية القطرية أطلقت 11 وجهة جديدة في العام 2017، إلى أي مدى هذا الأمر ساهم في استعادة نمو أو استعادة المعدل الطبيعي للمسافرين في مطار حمد؟ هو شوف طبعا ردت الثقة، الثقة اللي يعني مثل ما تقول ممكن راحت في هالفترة البسيطة من سبب إعلام دول الحصار، ردت للمطار وردت للدولة أن ما في مشاكل في الدولة، ما مثل ما يصورونها لكم دول الحصار. ثاني شيء القطرية على طول، يعني هاي من الإجراءات اللي كنا احنا بناخذها في هالسيناريو من هالسيناريوهات، أن القطرية على طول أعلنت 22 وجهة وطبقت 11 وجهة. صح، القطرية شرت 10% من شركة كاثي باسيفيك أكبر شركات آسيا، شرت 49% من شركة مرديانا اللي تملك إيطاليا اللي في الشسمة في إيطاليا، شرت نسبة كبيرة من شركة لاتام من جنوب في أمريكا الجنوبية. فهاي ساعد زيادة حقوق النقل، التواصل والتعاون ما بين هالشركات، بالإضافة إلى الوجهات الـ 11 الجديدة اللي ما حد كان يغطيها في المنطقة، فدخلت في القطرية وردت الأرقام عندنا تنتعش. نعم. وأيضا الموقع الاستراتيجي لمطار حمد الدولي بين الشرق وبين الغرب كوجهة مفضلة للعابرين اللي هم مسافري الترانزيت. المكان صح، المكان يساعد، بس أنت مو بروحك في هالمنطقة، صح. أنت عندك ناس يمك نص شاعة ولا ساعة الأربع، في ناس جنبك سواء كانت إمارة دبي ولا إمارة أبوظبي عندهم مطارات وهم اللي يحاولون ينافسوننا، إحنا ما تفوقنا عليهم لأن موقعنا أحسن، لا، إحنا ما جمنا، إحنا تفوقنا عليهم. دائما الحين المسافر العصري الجديد يدور على شيئين، في فورمولا بالنسبة للمسافر، إذا عندك إذا الدولة عندها شركة طيران جيدة ومطارها تعبان مسافر يبتعد عنها، صح. وإذا العكس شركة طيران تعبانة ومطار جيد بعد يبتعد عنها. الفورمولا الناجحة عند المسافر في الوقت الحالي شركة طيران جيدة ومطار جيد، عندك القطرية أفضل طيران في العالم ولا يتقارن بشركات الطيران اللي موجودة في المنطقة، وعندها تستخدم أفضل مطار في العالم، يعني ما راح نجح في مطارنا إذا قارناه بمطارات المنطقة. فهاي من الأسباب اللي يخلي الناس تسافر عن طريق مطار حمد ويفضلونه على المطارات الثانية. الحمد لله رب العالمين. إذن مشاهدين الكرام، ما زال الحديث بقية في إنجازات وطن، ولكن نذهب بكم إلى هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. مبنى الشحن الجوي في مطار حمد الدولي أحد أضخم مباني الشحن في العالم، في التقرير التالي. مبنى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي أحد أضخم مباني الشحن في العالم، ويمتد على مساحة 77,000 متر مربع، ويستوعب ما يصل إلى 11 طائرة عريضة البدن في المرة الواحدة. علاوة على ذلك يمكنه تولي قرابة 6,000 شحنة في نفس الوقت، وقادر على استيعاب نحو 1.5 مليون طن من البضائع سنوياً.
كما يضم المبنى مرفقاً مخصصاً للحيوانات الحية ومرفقاً مخصص للبضائع الخطرة، بالإضافة إلى منطقة للسلع سريعة التلف و30 باحة لتحميل الشاحنات. عام 2017 شكل نقلة نوعية للشحن الجوي، وتحديداً بعد الحصار الجائر على الدولة وإغلاق منفذ سلوى البري، حيث تم تحويل جميع الشحنات البرية إلى المنفذ الجوي والبحري، وهو ما اعتبر تحدياً كبيراً على الشحن الجوي الذي استطاع مواجهة هذا التحدي بتسريع الإجراءات وتوصيل السلع الاستهلاكية للأسواق المحلية والتجار في وقت قياسي. الخطوات التوسعية والإنجازات بالشحن الجوي جاءت سريعة ومتتالية، حيث تم التوسع في أسطول طائرات القطرية للشحن على شبكة وجهاتها المتنامية، فتم استلام وتشغيل أول طائرة شحن من طراز بوينغ 747-8 وطائرة الشحن 13 من طراز بوينغ 777. وخلال عام 2017 فقط ارتفعت عدد الوجهات التي تخدمها القطرية للشحن الجوي إلى 29 وجهة عالمية بعد إضافة 7 وجهات جديدة، وأصبحت الناقلة الوطنية أول شركة شحن جوي دولية تسير رحلات شحن منتظمة إلى بيتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتتويجاً لإنجازاتها في عام 2017 استلمت القطرية للشحن الجوي جائزتين، وهما جائزة ناقلة العام من جوائز بيلود إيجيا في سنغافورة، وجائزة أفضل ناقلة جوية في خدمة العملاء خلال حفل جوائز الهند للشحن الجوي. أما بالنسبة لوصول أمتعة المسافرين بأسرع وقت ممكن، تمت الاستعانة بأجهزة حديثة تشمل نظام كشف عن طريق الترددات لتعقب الأمتعة، وأيضاً نظام تفتيش أمني متقدم عن طريق المسح الضوئي، وأجهزة لكشف السلع غير المشروعة. وهذا النظام الأمني المتكامل له القدرة على معالجة 19,500 حقيبة في الساعة الواحدة. إذن مشاهدين الكرام، مثل ما شاهدنا هذا التقرير عن الشحن الجوي، مهندس بدر المير، شهد العام 2017 زيادة إجمالية سنوية في حجم الشحن الجوي بلغت 14.52% بمعدل 1,900,000 طن في العام ذاته. هذا المؤشر إلى أي مدى يقودنا بالتفكير أو السؤال عن الدور اللي لعبه الشحن الجوي في إمداد الدولة في احتياجاتها بعد إغلاق المنفذ البري؟ نعم، طبعا مثل في التقرير قال لك أن سعة مبنى الشحن الجوي 1,500,000 طن، فإحنا وصلنا لمليون وتسعمائة ألف طن فوق القدرة الاستيعابية، وممكن نوصل أكثر بس خلاص محدودين الحين من القدرة الاستيعابية اللي موجودة في المبنى. فالرد القطرية شلون ساهمت القطرية في هالفترة؟ عندها طيائر جديدة للشحن الجوي، عندها طيارتين 747، عندها توها مسلمة طيارة رقم 13 اللي من طراز 777 777. القطرية فتحت 7 وجهات جديدة للشحن الجوي. القطرية تغطي تقريبا للشحن الجوي تغطي 88% من الخارطة العالمية. في فترة الحصار كان عندنا جسر جوي بيننا وبين أكثر من دولة في العالم، بيننا وبين تركيا، بيننا وبين أستراليا، بيننا وبين باكستان، بيننا وبين أكثر، بيننا وبين المغرب. كنا نستقبل بس الشحن الجوي في اليوم 56 رحلة، 56 طيارة من الطيائر الكبيرة خاصة بالشحن بس.
فهاي الرقم أضعاف الرقم اللي كنا نستقبله في السابق. هاي شي يبين لك، يبين لك أن كل الجهات تعاونت مع بعض تسريع الإجراءات والتعامل مع هاللود الكبير بطريقة سلسة وبطريقة سريعة عشان ما يصير التأخير. في اليوم كنا نستقبل بين 7 و8 اطنان مواد غذائية ومن هالرحلات. يعني سبحان الله قبل الحصار افتتحنا، لأن وصلنا مرحلة أن مبنى الشحن الجوي ما يقدر يشل أكثر، فتحنا مبنيين بشكل مؤقت، مبنى توسعة لمبنى الشحن الجوي مبنى مؤقت، وفتحنا مبنى مبرج يعني نفس الثلاجة، بس الثلاجة مساحتها 10,000 متر مربع. قبل الحصار يمكن بأسبوع ولا بعشرة أيام لو ما كانوا هالجزئيتين موجودين وقت الحصار كانت بتصير عندنا مشكلة. فسبحان الله يعني الحمد لله. الحمد لله. نعم. في إطار رؤية المطار الذكي لمطار حمد الدولي، ما هي المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا للتحول الرقمي للمطار؟ احنا بدينا من تقريبا سنة ونص على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، عملنا له برزنتيشن وسوينا له ترايل حق المشروع في المطار، فأيد ودعم وقال لنا يعني امشوا في الموضوع. فقسمنا مشروعنا لتو فيزز، مرحلتين. اول فيز خلصناه وردي مطبق في المطار، اللي انت تقدر تدخل وتخلص اجراءاتك يعني بدون ما تحتاج من خلال البوابات الإلكترونية. قبل البوابات الإلكترونية من خلال تطبع البوردنج بروحك، تدخل معلوماتك بروحك، شنطتك تحطها بدون ما تحتاج أي موظف، تدخل بوابات إلكترونية ليه بوابة الطيارة كل ما في موظفين. فالمرحلة هذه تطبقت. المرحلة الثانية ولا فيس 2 اللي بنطبقها شهر 3 إن شاء الله، يعني عقب شهرين ولا شهر 4 على حسب الاختبار اللي بنسويه، أن ما تحتاج الأوراق، أوراقك ما تحتاج جوازك ما تحتاج البوردنج. في أول عملية تدخل في المطار تتخزن بصمة الوجه مع بصمة العين الآيرس مع بصمة اليد، وفي الداتابيس تنربط بجوازك ولا بالبوردنج ولا بتذكرتك، فتمشي خلال كل هالإجراءات بدون ما تحتاج تطلع أي جواز. إن شاء الله، وإن شاء الله شهر 3 بنبدأ ردي الاختبار يصير بيننا وبين 3 شركات، بيننا وبين سيتا وهواوي وفيجن بوكس. إن شاء الله شهر 3 بنطبقها في المطار كتريل وبنعلن عنها إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا الله رد. في سمعنا أن في زيادة في البوابات الإلكترونية، إن شاء الله بتكون في القريب العاجل في مطار حمد. إن شاء الله، يعني البوابات الإلكترونية عندنا الحين تقريبا 40 بوابة، إن شاء الله بنزيدها مع التعاون مع إدارة الجوازات في وزارة الداخلية. قعدنا معاهم واتفقنا وسوينا تصميم بيننا وبينهم إنه وديزاين جديد حق البوابات الإلكترونية، وإن شاء الله بتطبق 20 بوابة زيادة في خلال هالسنة إن شاء الله. نعم. إحنا مهندس بدر المير نطمح منك بسبق لبرنامج إنجازات وطن، 37 مليون مسافر كان أعتقد في العام 2016. نعم. عدد المسافرين في هذا العام إلى الآن لم يتم الإعلان عنه، ونطمح لمعرفة منك الرقم بعد انتهاء 2017. إن شاء الله. شوف إحنا حتى في فترة الحصار كنا وايد نسمع حتى عن طريق وسائل إعلامية محترمة، يعني كانوا دائما يقولون المطار فاضي، المطار ما في حد، المطار فما كنا نرد عليهم، كنا ننطر لما نطلع أرقامنا بشكل رسمي خلال كل ربع ولا خلال نصف السنة. الأرقام هي اللي ترد على ادعاءاتهم. لغة الأرقام لا تكذب. بالضبط. والأرقام اللي عندنا إحنا ما نقدر نحط أرقام من عندنا ولا نألف أرقام، الأرقام اللي عندنا نعطيها هيئة الطيران، هيئة الطيران العالمي، نعطيها مجلس إدارات المطارات العالمية، فما نقدر نزيد شخص واحد على العدد. فبدينا السنة بزيادة في عدد المسافرين قبل الحصار في الست شهور الأولى زيادة عدد المسافرين ب 15%. يا الحصار أول 3 شهور، شهرين 3 شهور من الحصار انزلت أرقامنا ما بين 15-20%. بعد 3 شهور رجعت أرقامنا ترتفع ولا زالت ترتفع بنسبة 3.5-4%. سكرنا سنة 2017 من 1/1/2017 ل 31/12/2017 بمعدل 35,500,200,000 مسافر، يعني بفرق أقل من 1.5 مليون عن السنة اللي راحت.
والسنة الجاية متوقعين حتى لو تمت الظروف نفس ما هي الأرقام بترجع ترتفع، وبنحطم رقمنا السنة اللي قبل 37 مليون بنحطم الرقم. هذا شيء إنجاز بالنسبة لنا. ليش؟ صحيح. أنا لو أقول لك مطار حمد مصمم ومهيئ يستقبل 40 مليون مسافر وأنا أستقبل 35 مليون مسافر بقول لك صح عندي مشكلة، لأن أنا قاعد عندي مطار 40 مليون وأنا أستقبل 35 مليون فعندي مشكلة، قلت عدد أقل عدد المسافرين 5 مليون. إحنا لا، مطارنا مصمم أنه يستقبل 24 مليون مسافر، في نفس الوقت إحنا مع أنه يستقبل مصمم أنه يستقبل 24 مليون مسافر بس إحنا نستقبل فوق ال 35 بين 35 و 36 مليون مسافر، يعني 11-12 مليون فوق قدرتنا الاستيعابية. فوق القدرة الاستيعابية، ما هي الخطط لاستيعاب أعداد كبيرة من المسافرين مهندس بدر؟ عندنا خطط مثل ما تقول شورت تيرم ولونج تيرم. الشورت تيرم المتوسطة القصيرة المدى اوريدي طبقناها، بناء مواقف طيارات جديدة، استخدام التكنولوجيا، توزيع الطيارات بشكل ثاني خلال اليوم، تمديد فترة البوردينج حق المسافرين، وأدت يعني آتت بنتائجها. اللونج تيرم طبعا نتكلم على توسعة المطار، هذه الخطة إن شاء الله، والشورت تيرم راح تكفينا إن شاء الله لين ما توسعة المطار تخلص إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إحنا قلنا سبق بعد نبي منك شيء ثاني. إحنا نعرف من المعالم الفنية ومن الأشكال الفنية المميزة في مطار حمد اللي هي دمية المصباح. نعم. الدب الأصفر. نعم، هل هناك قطع فنية سيتم إضافتها في مطار حمد الدولي؟ لأن سمعنا بعض الأخبار. أي هو شوف طبعا دمية المصباح اللامبير يعتبر معلم لمطار حمد الدولي، ولا نبي معلم غيره في مطار حمد الدولي، بس إن شاء الله التعاون مع هيئة المتاحف مستمر، وعندنا أكثر من قطعة فنية إن شاء الله بتتركب في المطار. القطعة اللي بتتركب شهر 3 إن شاء الله، ولا شهر 3 على آخر شهر 3 بتكون قطعة فنية حجمها أكبر طبعا من أكبر من دمية الأصفر، أكبر من الدب الأصفر، أكبر من الدب الأصفر. إحنا المفروض نخلصها شهر 1 بس من كثر ما هي كبيرة متبهدلين ما ندري شلون نركبها. نعم. فإن شاء الله شهر 3 بتخلص. شو المبدأ؟ إحنا وردي في المطار عندنا مثل ما تقول مكان دمية المصباح تجمع للمسافرين. صح. فكل الناس يتجمعون في هالمكان. صح. سوق الحرة والمسافرين ودمية المصباح الناس كلهم يتجمعون. صح. فوجهتنا نبي نسوي ننشأ نقطة تجمع ثانية أخرى. فبتكون إن شاء الله في النورث نود السوق الحرة تقريبا فتحوا كل المحلات في النورث نود، بالإضافة راح تصير هالقطعة الفنية قطعة اللي يسمونها سمول لاي، طبعا مثل ما قلت لك أكبر من حجم دمية المصباح، إن شاء الله بتتركب هناك وراح نحاول نوزع المسافرين ما بين هالمنطقة والمنطقة الثانية من المطار اللي دائما تشوف فيها زحمة. عبارة عن شنو هالقطعة الفنية؟ عبارة عن تمثال خشبي اوريدي في تماثيل صغيره منه تنباع في 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 محل المتاحف. شفت وين قهوه المتاحف؟ كيو كافيه قدام، قلت عاد. نعم. قدام القهوه في عندهم محل يبيعون مثل ما تقول يبون يبينون للناس ان هالقطعه اللي بتتركب. ف تمثال خشبي يعني بالحجم، وهاي يعني شيء لو تشوف شيء مبهر، شيء فني ورائع يعني. وايضا حضورك كان مبهر وكان رائع. مهندس بدر محمد المير رئيس العمليات في مطار حمد الدولي، سعد جدا باستضافتك في انجازات وطن. شكرا، ما تقصرون. تسلم. شكرا جزيلا لك. اذا نشكر المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي. وقبل ختام الحلقه دعونا نستعرض واياكم
أبرز ما حققه مطار حمد الدولي وما سيتحقق مستقبلاً. 1300 رحلة يومية سوف يستقبلها مطار حمد الدولي خلال فترة تنظيم كأس العالم 2022. أسطول من الطائرات للخطوط الجوية القطرية سيصل عددها إلى 300 طائرة بحلول عام 2022. المطار سيشهد توسعة جديدة في القريب العاجل. نجاح المطار في التعامل مع الحصار سيدعمنا في تصنيف سكاي تراكس القطرية للشحن الجوي، تغطي 88% من الخريطة العالمية. قريباً لن يكون المسافر في مطار حمد الدولي بحاجة إلى إظهار جواز سفره أو التذكرة، وإنما سيكون الاعتماد على بصمة الوجه. هناك قطعة فنية جديدة أكبر من دمية المصباح سيتم تركيبها قريباً في مطار حمد الدولي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من إنجازات وطن. تقبلوا من فريق العمل أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.